طفلي الرابع بين أخوته من أكثر من سنتين ونص، لاحظنا عليه بعد ما كان نايم العصر ضعف بالأطراف الإيد والإجر وضعف بحركة اللسان، تقريبا فاقد النطق ولا زال فاقد النطق. غير معروفة أسباب المرض، غير معروفة أبدا، يعني كل طبيب يحكي شكل، شيء بيقول وراثي، شيء بيقول ناجم عن صدمة، أو المهم يعني الأسباب غير معروفة كون أنه مرض نادر. فكرت أروح تهريب وأخذ الطفل وأشيله وأروح، لكن الطرق الوعرة والجبال والمشي والأنهار، مع ذلك يعني لو الفرصة سنحت لي كان رحت، بس سبحان الله ما تيسرت الأمور أنه أروح مع الطفل. يعني أغلب المهربين رفضوا أنه يأخذوا الطفل، أنه وجود طفل بالتهريب يعني عائق للمهربين.